الزواج من العلاقات المقدسة بداخل المجتمع، ويلي ممكن تحدث مثل أي مؤسسة، ممكن تحدث بداخلها كم كبير من الخلافات والمشاكل. هون بقى ممكن الأزواج ممكن يفترقوا، ممكن نسمع مثلا بحالات طلاق، حالات مخالعة وما إلى ذلك. صحيح سوسن، واليوم الحالات تختلف حسب تفسير القانون السوري. اليوم رح نحكي مشاهدينا عن الطلاق، ورح نحكي أيضا بشكل خاص عن موضوع المخالعة، كيف بتصير، شو الإجراءات يلي بتتم، إمتى بنلجأ لهذا الخيار، والتفاصيل كلها رح نتعرف عليها مع الأستاذة نجاة مرتضى، ماجستير بالقانون العام. يا ميت أهلا وسهلا ويعطيك العافية. أهلا فيكم ويسعد أوقاتكم وأوقات جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك يا نورتينا. خلينا نحكي عن مصطلح الطلاق اليوم بالقانون السوري، كيف بينظر له؟ وايضا يعني بشار تحدث عن اكثر من فكره، يعني خلينا نحكي بالبدايه عن الطلاق بعدين ننتقل للمخالعه. تماما. هلا الطلاق بدايه لغويا، خلينا نحكي لغويا كلغه عربيه، ماخوذ من الفعل اطلق، اي ترك. اما بالنسبه لتعريفه بالقانون السوري، هو انحلال الرابطه الزوجيه بين الزوجين. أي بشكل عام كتعريف قانوني، كتعريف بسيط وقانوني، هو انحلال الرابطة الزوجية بين الزوجين. تماما. أستاذ النجاة، اليوم إذا بدنا نحكي عن أنواع أو أشكال الطلاق بشكل عام حسب ما فسر أو قسم القانون السوري، خبرينا عنهم بشكل مفصل. هلا في عندي أشكال للطلاق كثيرة بالقانون السوري، ولكن كلهم بفضل لنتيجة واحدة، هو انفصام الرابطة الزوجية. عندي أول شيء الطلاق الإداري. الطلاق الإداري هو بيتم بإرادة الزوجة المنفردة، يعني بينزل على القصر العدلي، بيقدم استدعاء، بيعطي القاضي شهر مصالحة، وبعدها بيتم الطلاق بين الزوجين، مثل ما منقول أنه وصلت ورقة طلاقة. تمام. هي بتتم بإرادة الزوجة المنفردة. تمام. عندي نوع ثاني من الطلاق، هو المخالعة. هي مانا دعوة، هو عقد. وعقد بيتم بالتراضي. عندي أي عقد بالقانون، سواء عقد شراء، عقد بيع، لازم يكون في تراضي بين الشخصين. فإذا ما كان في تراضي وتفاهم بين الزوجين، ما بيتم عقد المخالعة. تمام. عندي دعوة تفريق، هون بقى فت بنزاع، أحد الطرفين ما نو راضي، وبمجمل الحالات بيكون الزوج هو اللي مو راضي، بتلجأ الزوجة لرفع دعوة التفريق. هلا ذكرتي حضرتك بأنه تقريبا فينا نقول دعوة التفريق والمخالعة هي نوع من أنواع الطلاق. إيه تمام. خلينا نحكي الفرق ما بيناتهم، يعني هون كيف، إمتى ممكن نتجه لهاي الناحية أنه في مخالعة، أو مسمي هاي الحالة هي مخالعة وهي الحالة بنسميها دعوة التفريق؟ تمام، رح أحكي بهي النقطة، بس لا أذكر النوع الرابع. النوع الرابع. من الطلاق هو الطلاق التعسفي. من اسمه تعسفي، بيكون الزوج تعسف باستعمال حقه بدون أي سبب، يعني هو فات بالظلم، ظلم زوجته، فبهذا النوع من الطلاق بيطلع للزوجة تعويض وبترسه خلال فترة العدة. شو الفرق بين التفريق، دعوة التفريق والمخالعة؟ في فرق كتير كبير، وكتير عالم عندها التباس حول هذا الموضوع، بتجي لعنا أوقات بتقول أنا بدي أرفع دعوة مخالعة، أنا خلص بدي أخلعه، بدي أخلص منه. تمام. أنه ما عاد بدي إياه. فمنقول لهم لا، الموضوع ما بيتم بهي السهولة. أول شرط لعقد المخالعة وليس دعوة مخالعة، عقد. هلأ خلينا بس قبل ما نروح للشروط، موضوع الفسخ والطلاق اليوم، ذكرنا أنه اليوم المخالعة هي عقد، فبالتالي عندنا حالة فسخ وليس طلاق لهذا العقد. فسخ. تمام. وأيضا كان في تعديل بقانون الأحوال الشخصية مؤخرا السوري. تمام. خبرينا شوية تفاصيل عن هالجانب وبعدين ننتقل للتفاصيل. هلا بالتعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019، اعتبر المخالعة هي بمثابة فسخ. شو منقصد فسخ؟ هو لا يحسب من عدد الطلقات. هلا لما بيتم في تفريق وبتكسب الزوجة الدعوة، بصير طلاق بائن بينونة كبرى، يعني ما بتعود بترجع لزوجها القديم إلا إذا تزوجت من واحد جديد. بحالة الطلاق. بحالة الطلاق. تمام. بينما بحالة المخالعة أنا صار عندي فسخ للعقد، فيها ترجع له، يعني بهي النقطة المشرع ترك الباب موارب بين الزوج والزوجة، في حال راجعوا حالهم فيما بعد وحسوا أنه هن تسرعوا بهذا القرار، بيقدروا يرجعوا لبعض بدون ما تتزوج واحد ثاني. بعقد ومهر جديدين، مو بالعقد القديم والمهر القديم اللي كان مذكور بالعقد الأولاني. نرجع ناخذ عقد جديد، ناخذ مهر جديد بدون ما تتزوج غيره. وهذا بيضم المقدم والمؤخر كله كامل، كل تفاصيل. كنت عم تذكري حضرتك الشروط، خلينا نحكي أكثر عن الشروط ويعني الأركان اللي كان بيقوم عليها العقد. تمام. هلا عقد المخالعه اول شرط واهم شرط هو التراضي، يعني هنا لازم يكونوا واصلين لحل ودي انه نحن الاثنين ما لنا ظابطين مع بعض، بدنا ننفصل بشكل ودي وبشكل راقي. ثاني شيء اهليه الزوجين، اهم شيء.
ثالث شيء تنازل الزوجة عن كافة حقوقها من المقدم والمتأخر، يعني المؤجل والمعجل، وكافة الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي والنفقة، كل شيء متعلق بحقوق الزوجة بدها تتنازل عنه. رابع شيء عندي موضوع الشاهدين، لازم يكون في شاهدين على هذا العقد مثل أي عقد، عقد زواج، عقد بيع، عقد شراء. الشهود هن ضروريين بهي الحالة. حلو. بالنسبة لشروط اليوم هي حكينا عن شروط عقد المخالعة، وذكرتي موضوع الاتفاق بين الطرفين. ليش اليوم يروج للمخالعة بالمجتمع بشكل عام انه الزوجة بدها تروح لهذا العقد او لهي الحالة انه الزوج ما بده يطلق؟ هي الحالة هون صفت ياخذ فيها القانون اليوم او المشرع بشكل عام؟ لا، ما فيها تلجأ للمخالعة اذا هو مو راضي، تروح لدعوة تفريق. دعوة تفريق صفا ما عندنا مخالعة. شتان بين دعوة تفريق والمخالعة، المخالعة بتخلص باسبوع لانه عنصر التراضي موجود، بينما لما انا فوت بدعوة تفريق انا فت بنزاع، فتت بمشكلة، الزوج هون مو راضي يطلق، فأنا هون بدي أقدم استدعاء. أول شيء عندي شروط، لدعوة التفريق. يعني في عندي أربع أسباب لازم يتواجد سبب منها لحتى الزوجة يكون معها حق بالتفريق. فمنقدم نحن استدعاء، وفي عندي شهر مصالحة، وفي عندي جلسات تحكيم. موضوع ما انه سهل، يعني بياخذ تقريبا جلسه واحده وخلص. لا، مو ضروري جلسه، هذا بيرجع للحكمين، بجوز ياخذ جلسه جلستين ثلاثه او يستدعوا شهود من اهله واهله. تماما. فالموضوع ما انه بهالسهوله، فبتاخذ دعوه تفريق معنا تقريبا حوالي السنه. تمام. او سنه وشوي، حتى لنصحح شوي المفاهيم تماما. يعني ما عم اقول لك بيجوا لعنا بيقولوا انه خلص بدنا نخلع، بدي اخلعه بدون ما هو يكون راضي. لا، وحتى يعني ذكر بشار فكرة كتير مهمة. عموما احنا بنربط مفهوم الطلاق انه ممكن الزوجة هي طلبت الطلاق او الزوج ممكن هو الطلب، لكن المخالعة دائما بنربطها بمفهوم انه المرأة هي اللي بدها تطلب الطلاق، ودائما بنربطها بفكرة بانه هي رح خلص ما رح تاخذ مهرها او المقدم مؤخر، وبدها تعطي، بدها تتنازل عن حقوقها. بتتنازل اكيد. تمام. فينا نشرح هاي النقطة اكثر، نوضح هذا المفهوم اكثر، مين بحق له اكثر المخالعة؟ يعني مين بيطلب المخالعة بهي الحالة؟ هلا هون ما في مين بيطلب، مو دعوة لنقول مين بيطلب، هون نرجع منقول كلمة تراضي، هن الاثنين بدهم يكونوا واصلين لنقطة مشتركة انه نحن الاثنين مالنا صابطين مع بعض، واخترنا المخالعة كأقصر طريق لحتى ننهي الرابطة الزوجية. هو في نفقة بمرحلة المخالعة؟ لا، بدها تنازل عن كل شيء. هلا هو بينه وبينه شو بيعطيها ما بنتخ، يعني بيتفقوا هي بالاتفاق. بالاتفاق. تمام. يعني المحكمة ما لها دعوة انه هو شو بيعطيها، ان شاء الله يعطيها 100 مليون. حلو. بس ولكن كمخالعه كعقد بدل المخالعه، ولكن قانونيا هو ما ملزم بيتم بدل المخالعه المسكون بالعقد. تماما. استاذه نجاة، اليوم صيغه هذا العقد، عقد المخالعه، خلينا نحكي شوي عن الصيغه بما يتضمنها، البنود الموجوده ضمن هذا العقد شو بتتضمن، وهل هذا العقد يضمن اليوم الحقوق بالنسبه للزوجه او لجانب الانثى؟ اكثر دائما نركز على جانب الانثى او الزوجه، الحلقه الاضعف اكيد للأسف. هذا الموضوع. هلا سؤالك شقين، خلينا نحكي على الشق الاول، صيغه عقد المخالعه. في صيغه بيتم تبادلها بين الزوج والزوجه لحتى يتم عقد المخالعه. الصيغه هي كالتالي: الزوج راح يقول لزوجته: يا زوجتي، لقد خالعتك من عقد نكاحي تماما على ان تبرئي ذمتي من كافه حقوقك الزوجيه، من المهر والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية. هلأ هون الزوجة بدها ترد عليه تقول له: يا زوجي، لقد قبلت مخالعتك على أن أبرئ ذمتك من كافة حقوق الزوجية، من نفقة ومن أشياء جهازية ومصاغ ذهبي ومن مهر. تمام. هي المخالعة لما بتتم التبادل بين الزوجين، تمام، هو خالعها من عقد نكاحه ومن ذمته. تمام. تمام. هلا هون صار بقى مثل الإيجاب والقبول بيناتهم، إنه هنين اتفقوا على موضوع المخالعة. طبعا بوجود شاهدين. هلا ممكن ينوب عنهم محامي، يعني ممكن ينوب عن الزوج محامي وعن الزوجة محامي، أو ممكن محامي عن الطرفين. تمام. يتبادل الألفاظ. تمام. بالنسبة للشق الثاني لسؤالك على موضوع اليوم المرأة، أو هون ما في الحقوق للمرأة، بيتم تنازل بشكل كلي عن كافة حقوقها. تمام. طيب بالنسبة لمراحل المخالعة، يعني ذكرتي إنه ممكن هي ما بتكون يعني
بتحدث بجلسة واحدة وأنها بتحتاج لأكثر من دراسة، يعني ممكن يتراجعوا عن الموضوع أو ما إلى ذلك، أو ممكن حتى بتاخذ وقت معين. خبيني عن مراحل أكثر. هلا الدعوة التفريق هي اللي بتاخذ مراحل. أها تمام. المخالعة مرحلتها كثير بسيطة، هي لما بتم تبادل الألفاظ مثلا بمكتب محامي، بيتم المحامي مثلا اذا حدا من الزوجين موكله بينزل بكفي الاجراءات بالمحكمه، بتاخذ اكثر من اسبوع او 10 ايام. بالنسبه لموضوع دعوه التفريق هي اللي بتاخذ مراحل كثيره. قلنا عندنا شهر مصالحه وعندنا تحكيم، وبجوز جلسات التحكيم تكثر حسب الحاله وحسب الوضع بين الزوجين. تماما. استاذه نجاة، دائما بنقول او بنسمع ببعض الحالات انه العصمه بايدها او العصمه بايده، وهون بالتالي في سؤال بيطرح نفسه انه اليوم طلب فسخ عقد المخالعه في حال كانت العصمه بيد المراه تختلف، او اليوم مين له حق يطلب هذا الموضوع او فسخ هذا العقد؟ هلا لاقول لك موضوع العصمه بايدها هذا عم نشوفه بس مو بالحياه الزوجيه، بمرحله الخطبه لما بيكونوا كاتبين كتاب فقط. هلا لما مثلا هو بيكون مسافر، من حق الفتاه انه تخاف انه مثلا يختفي او ما يعود يتواصل معها، وهي بتصفه لا معلقه ولا مطلقه. فهذا البند كثير ساعد الفتاه بانها تطلق نفسها في حال لا سمح الله صار خلاف او ما عاد بده يطلق او اختفى ما عاد بين، فهي خلص هون وقفت حياتها. ففيما بعد ما يصير في زواج بيناتهم بتنتقل بقى العصمه، فينا نعدل بعقد الزواج وتنتقل العصمه للزوج. تمام. في حال استمرت بتم تطليق نفسها، بتطلق نفسها ما لها بحاجه. انا ذكرت حضرتك اكثر من مفهوم دعوه التفريق والمخالعه، وهن اصلا نوع من انواع الطلاق. خلينا نحكي، خلينا ننتقل للجانب الحضانه. دائما نحن هذا للاسف الاكثر شيء متضرر بانهيار العلاقه الزوجيه من الأطفال. اكيد. كمفهوم الحضانه اليوم كيف بينظر للقانون السوري وشو هو عرفه؟ قبل ما نروح للهي بدني انا بفكر بالرجال شوي، لسه ما خلص. في حال الزوج يحق له طلب هذا العقد او فسخ هذا العقد تحت اسم المخالعه، او لا فقط الزوج اليوم تقدم على هذا الجانب، او الانثى او السيد اذا بدنا نقول بالنسبه للمخالعه؟ قلنا لا، هن الاثنين. اما بالنسبه للزوجه اذا هي بدها من حالها بتلجا لدعوه التفريق. دعوه التفريق بنقدم اسباب. تمام. بس خليني قبل ما انتقل لموضوع الحضانه احكي عن حالات التفريق. تمام. اول شيء عندي تفريق لعله الجنون والعنه. اذا حدا من الزوجين اصابه جنون صار مع فقد اهليته بهذا الموضوع، او تفريق لعله العنه هي كافه الامراض الجنسيه اللي بتعيق العمليه الجنسيه بين الزوجين، فهذا السبب هو كفيل بانه يكون في دعوه ينهي العلاقه وتتقدم الزوجه بدعوه التفريق. ما بنقول الزوج بيقدر يتقدم، ولكن عنده طلاق اداري الزوج يعني اقصر من التفريق، فما بيلجا الزوج عاده للتفريق. عندي السبب الثاني من اسباب دعوه التفريق هو التفريق لعلة الغياب. في حال غاب عنا زوجة أكثر من سنة، أو انسجن أكثر من 3 سنوات، حكم عليه بالسجن أكثر من 3 سنوات، بحق لها تتقدم عند القاضي وتطلب التفريق. عندي ثالث شيء تفريق لعلة عدم الإنفاق. دائما الرجال قوامون على النساء بموضوع صحيح. الانفاق لما بيتخلى عن هذا الحق فهي بحق لها انها هي تتقدم بدعوى التفريق. وعندي اخر شيء تفريق لعله الاطفال او الجانب، حكينا عن موضوع لعله الشقاق. الشقاق جاء من فعل او من كلمه مشقه، يعني استحاله الحياه الزوجيه. صحيح. يعني كل شيء بيندرج تحت هذا البند بانه هي ما عاد بدها تكمل، لانه مثلا في حال كان في هناك ضرب، في هناك تعنيف جسدي وجنسي ونفسي، كل هذا بيندرج تحت بند الشقاق. تمام. خلينا نرجع للحضانة بعد ما نخلص هي الفكرة. بس نقطة صغيرة بالنسبة للمخالعة، فيهم يتوجهوا اثنيناتهم للمحكمة بدون وجود محامي. مباشرة. لعند القاضي ويكملوا الإجراءات لحالهم. تمام. وفي منهم لا بيحبوا يوكلوا محامي، يا عن الطرفين يا عن طرف واحد، يعني مثلا محامي بيضل مع الزوجة أو محامي بيضل مع الزوج. حلو. وبيكفوا الإجراءات سوا. يعني عقد المخالعة مرن.
أكثر ما فيه أكثر من التفريق. التفريق لا، لازم يكون في محامي لحتى يتابع الإجراءات. تمام. هلأ بالنسبة للحضانة كيف بينظر إلى القانون السوري، كيف عرفه؟ تمام. هلأ دائما نحن لما بدنا نعرف، أنا بحب ضوي على الجانب اللغوي أول شيء، بعدين ضوي على الجانب القانوني. الحضانة جاءتنا الفعل حضانة، الرعاية والاهتمام والاحتواء. الحضانة بتبدأ دائما من تكون الجنين برحم أمه، ومن بعد الولادة بتاخذ مفهوم آخر، هو اعتناء الأبوين بهذا الطفل وتقديم كافة المستلزمات من رعاية ومن اهتمام وتربيته على القيم والمبادئ السامية. هي نقطة. بالنسبة للقانون، القانون حكى عن الحضانة على أنه حق للمحضون، يعني الطفل، وليس للحاضن الأب أو الأم. هو حق للمحضون ويعتبر من النظام العام. كثير حمى حق الطفل بموضوع الحضانة كونه ضحية لهذا الطلاق. تماما. نحن في حال صار عندنا اليوم مخالعة، أو صار عندنا اليوم الزوجة تنازلت عن كل حقوقها، وبالتالي هون ممكن يلجأ الزوج لحالة الابتزاز موضوع الحضانة، أو لا هي مضمونة كشروط حضانة بعيدا عن الدعوة اللي قدمت لتفريق الزوجين؟ موضوع الحضانة موضوع منفصل، فينا نقول هو إجراء إداري منفصل عن موضوع الطلاق، سواء شو ما أخذ أي شكل، سواء مخالعة أو تفريق. هلأ طالما الطفل تحت ال 15 سنة، فللأم هي الحق برعايته والاهتمام فيه، إلا إذا كان أنا عندي حالات بتمنع الأم من أنها تأخذ الحضانة، أو ممكن الأب يسحب الحضانة بحالات معينة هلأ بنذكرها فيما بعد. تماما. بس أنه ما في يبتزة بهذا الموضوع، لأنه فيها عقوبة كبيرة، فيها عقوبة وبينسجن الزوج في حال منعه عن طفله. هلا طالما ذكرتي انه في شروط للحاضن بضمن القانون السوري، خلينا نتوسع فيه، انه امتى ممكن يكون الاب هو الاحق اليوم انه بيكون هو الحاضن لاطفاله؟ تمام. هلا اول شرط عندي للحاضن هو الاهليه، يعني انا ما فيني احط الطفل بين ايدين واحد مجنون او واحد ما عنده ادراك عقلي. ثاني شيء ما يكون محكوم بجرم شائن او من اخلاقي او شيء يعني. ثالث شيء عندي انه يكون مسموعياته منيحه، لانه انا ما كمان ما فيني احط الطفل بين ايدين حدا مسموعياته ما لا كويسه، بالنهايه هو مسؤول عن تربيه هذا الطفل. صحيح. هلا بالنسبه للمراه، في شرط خاص للمراه انه ما تكون متزوجه من شخص اجنبي. مو شخص أجنبي يعني غير عربي، شخص أجنبي عن الطفل. فبمجرد زواجه بيحق للأب أنه يسحب الحضانة منه. بأي عمر كانوا؟ بأي عمر. تمام. هلأ إذا تزوجت أخوه، يعني عم الطفل، ما بيحق له يسحب الحضانة. في هون عندي حالة، لازم يكون أجنبي عن الطفل، الطفل يعني. تمام. شخص غيري. تمام. أما إذا تزوجت أخ الأب اللي هو العم، فهو يعتبر من أفراد العائلة، فهو كفيل بأنه يعتني بابن أخوه، فهون ما بيقدر يسحب الحضانة عنها. حلو حلو. هي شروط الحاضن. اليوم انتقال الحق، خلينا كمان نضوي على هذا الجانب. نحن عم نجرب نستغل الوقت ونحكي عن كل الجوانب. تمام. سريعا اليوم انتقال هذا الحق للطرف الآخر، سواء زوجة أو زوج. حكينا عنهم، موضوع الزوجة هو زواجها، هو موضوع الإنفاق. هون أستاذي كمان قديش بيلعب دور؟ ممكن نحن نخسر حق الحضانة نتيجة عدم القدرة على الإنفاق ممكن. على الطفل؟ ممكن، لأنه الإنفاق موضوع كتير كبير. إذا الحاضن ما له قادر يأمن احتياجات ومستلزمات الطفل، فبحق للطرف الثاني أنه يسحب الحضانة. يعني الإنفاق موضوع كتير مهم، يعني لأنه الطفل لازم يكون محمي من جميع الجوانب، ويكون عم يعيش حياته مثله مثل أي طفل ثاني. هلأ كان في تعديل بقانون الأحوال الشخصية بما يتعلق بدعوى التفريق وبالمخالعة، وأيضا بما يتعلق اليوم بالحضانة. خلينا نحكي أكثر عن هذا التعديل. بالتعديل قانون رقم 4 العام 2019 كمان ذكر كان للحضانة جانب وحصة بهذا التعديل. أول شيء بالنسبة للسن انتقال الحضانة، كان قديما بالقانون القديم تنتهي حضانة الفتى ببلوغه 13 سنة والفتاة 15 سنة. هون لا، وحد بين الفتاة والفتى بالعمر 15 سنة. ويخير هذا التعديل الثاني، يخير البقاء مع الأم أو مع الأب. يعني ممكن يقول أنه أنا لا بدي أبقى مع أمي، خلاص القاضي بيسمع لرغبته. تمام.
هلا بموضوع السفر ما بيصير الطفل يسافر او ياخذه الحاضن بدون موافقه الطرف الثاني، ولكن القاضي عطى لحاله صلاحيه اذا كان السفر يتعلق بمثلا مصلحه المحضون مثل العلاج مثلا، والطرف الثاني والله ما بدي بس تكبير راس، لا بيعطي الموافقه بتسفير المحضون اذا كان السفر بيتعلق بمصلحته. لانه هون بهي الحاله في محكمه مختصه بالحضانه. هلا المحكمه الشرعيه هي مختصه، ولكن هون مصلحه الطفل هي اللي عم تلعب بموضوع السفر. موضوع السفر لما بيشوف القاضي انه الموضوع لانه بنرجع للنقطه للبدايه انه الحضانه هي حق للمحضون. صحيح. ما له حق لا للام ولا للاب، فمصلحه الطفل هي فوق كل شيء. فوق كل شيء. اليوم أستاذ ذكرنا موضوع العواقب يمكن كبيرة، اليوم عواقب الطلاق على المرأة أو على الطفل برأيك على الصعيد القانوني أو على الصعيد الاجتماعي أيضا، يعني كون الحالات للأسف عم تكون كثيرة وخاصة بالفترة الأخيرة الأعداد عم ترتفع بما موضوع الانفصال أو الطلاق. هلا الخاسر الأكبر والضحية الأكبر هو الأطفال. الأطفال هن اللي رح يعيشوا، هلا قد ما كان الأم منيحة وغطت جوانب أو فيما بعد قد ما كان في تراضي بين الطرفين رح يعيش بفراغ. صح. عاطفي كبير كتير. فأنا بنصح بالتروي بموضوع أول شيء إنجاب الأطفال، يعني خليهم يوصلوا لمرحلة من التفاهم بعدين يفكروا بإنجاب الأطفال، لأنه لما بيصير طلاق بدون أطفال بيكون الموضوع أهون بكتير من أنه لما يكون في أطفال. وكمان استغلال فترة الخطبة بشكل صحيح، يعني للأسف عم نشوف الخطبة عم بتكون سطحية جدا. صح. وعم تعتمد مو بس المدة بس عبارة عن تلبيس محابس فقط، ايه عم تعتمد على موضوع مظاهر. بس أنه شوين رحنا وين إجينا وشو جبلي وشو جبتي. صح. هلا انا بنصح انه انتبهوا على التفاصيل الصغيره، لانه عن جد بتودي لتفاصيل اكبر. يعني دائما مرحله الخطبه بيكونوا الطرفين، انا عم نحكي على الشاب بس، الطرفين عم يبدوا افضل ما عندهم غير الحياه الزوجيه تحت سقف واحد. فهو لما بيكون بمرحله اللي عم يبدي فيها افضل ما عنده تصرف ممكن مثلا يعني يكون معناه كبير، فعملي ستوب، معلش نفسخ خطبة أفضل من أنه نطلق ونجني على أطفال فيما بعد. بالنسبة للمرأة، المرأة إذا كانت غير مستقلة ماديا رح تعاني بشكل كبير بموضوع الإنفاق، أو إذا كان ما عندها أهل أو غير قادرين على الإنفاق، أو كانت بدون شهادة وبدون عمل، فعم تواجه مشكلة بس بموضوع المادة إذا كانت ما أنا مستقلة ماديا. وإذا كانت مستقلة ماديا فالموضوع عادي بالنسبة إلها، والاثنيناتهم عم يكفوا حياتهم وممكن يلتقوا بشريك أفضل يناسبهم. لا الوقت عم بيداهمنا، ولكن نسأل عن آخر مفهوم اليوم. أيه؟ مفهوم الإراءة. احنا بنسمع فيه. أيه؟ ولكن حقيقة مو كتار من الأشخاص بيعرفوا كيف بينظر لهم القانون السوري. خلينا نحكي لغويا وننتقل أيضا مذكرة من ورانا سوسن. هلا الإراءة بشكل عام هي مشاهدة الطفل من قبل الشخص الآخر يلي ما معه الحضانة. يعني لما الأم بيكون مع الحضانة فما بيصير إنه يضل الأب مثلاً 15 سنة أو أقل ما عم يشوف ابنه أو ما عم يشوف بنته. صح. فبيحق له بهي الموضوع. هلا لو كانت دعوة طلاق قائمة فهي إجراء إداري منفصل عن دعوة الطلاق. لو ما انحسب الموضوع التفريق والطلاق فبيحق له إنه يشوف ابنه أو بنته. فمركز الإراءة هو موجود بالعباسيين، مجهز بكافة الأجهزة التي تخدم الطفل مثل الألعاب والجو النفسي والعام. صح. هلأ في شيء اسمه إراءة خارجية بحق للأب أو الأم أنه تشوفه برا، ولكن هي متعلقة بموافقة الطرف الثاني، يعني ممكن يروحوا مشوار مع بعض، ممكن يروح لبيت جده يزور. بالنسبة للتوقيت الإراءة، إذا كان الطفل تحت الخمس سنوات ساعتين، إذا كان فوق الخمس سنوات 24 ساعة. طيب هلا سؤال أخير بالنسبة لموضوع إنه إمتى بيكون في حالة إنه لا الأب ولا الأم في لهم حق إنه هن يكونوا حاضن الطفل؟ يعني ممكن مثلا الدولة هي اللي بتاخذ الطفل، لأنه بالنهاية الأب غير مسؤول ممكن، أو الأم في عندها ظرف معين.
كيف ممكن ينظر للقانون السوري بهي الحالة؟ إنه ممكن فعلاً إنه الدولة هي تأخذ الطفل أفضل ما إنه يكون لا عند أبوه أو عند أمه. هلا بالنهاية هذا الطفل ما إنه يتيم لحتى يلجأ لمراكز العناية ومراكز الرعاية. أنا عندي تراتبية بالقانون السوري بموضوع الحضانة. أول مرتبة بتجي عندي الأم، بعدين الأب، بعدين إذا مثلاً ما حدا مستعد إنه الطفل يكون عنده أو في أي سبب كان ما بيقدر الحاضن إنه يحتوي الطفل، في عندي الأم لأم اللي هي الجدة، بعدين عندي الأم لأب، أم الأب يعني الجدة أم الأم، وعندي بعدين الجدة أم الأب. تمام. وإن علت يعني عندي تراتبية بأفراد الأسرة، فأكيد الطفل ما رح يصفر الشارع. أكيد صحيح. أستاذة نجاة، نصائح ما بعد الانفصال وهي المرحلة، البعض بيتوتر بيتخبط بصير عندنا قرارات كتير خاطئة، اليوم شو نصائحك قانونيا للأشخاص اللي للأسف مقبلين على هاي المرحلة؟ هلا مرحلة الانفصال هي ما لا نهاية العالم. هلا أنا بنصح بالتروي أول شيء لما بيصير في زواج، التروي ثم التروي. هلا كثير من الحالات بيكون عندي الطلاق هو حل، هو أبغض الحلال، ولكن هو حلال بالنهاية، وشرعا وقانونا هو محلل وحلال. لما بتستحيل الحياة الزوجية وبيصير في نوع من التوتر ونوع من إنه أنا عم بجي على حالي كتير، وأنا شو الغاية من الزواج؟ هي العلاقة مقدسة، الغاية منها هي إنه الواحد يستريح من العالم باللجوء لعلاقة آمنة، لعلاقة إنه أنا علاقة صحية ما لها صعبة وتأثر عليه. صحيح. يعني عم بهرب من ضغوط العالم لحتى أنا بآخر النهار أجي للبيتي لكينونتي لحتى يكون عندي شريك أحكي له وهو يحكي لي. فلما صحيح. ينفقد عنصر الأمان وعنصر الثقة وعنصر الراحة، لا الطلاق أفضل شيء. يعني مو غلط الإنسان إنه ينفصل ويكفي حياته مع شخص آخر، يعني مو غلط أبدا، ولكن لما بيكون في أطفال بنصح بالتروي زيادة أكثر، لأنه فكروا بالأطفال إنه الأطفال هن الخاسر الأكبر بهذا الموضوع. صحيح. ولا يعني ورح يترك بصمة نفسية سيئة جدا. صحيح. يعني صحيح، يعني بنتمنى العمار لكل البيوت ولكل العائلات وما نوصل لهي الخيال بهيك سريعا وبسهولة. كل الشكر لك الأستاذ نجاة مرتضى، ماجستير بالقانون العام، نورتينا لليوم ويعطيك ألف عافية، وأكيد لنا لقاءات قادمة. وشكرا لكم، وشكرا لكل كادر قناة العالم سوريا، يعطيكم ألف عافية. نورتينا، أهلا وسهلا فيك أستاذ نجاة.